افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد سيادي في مدينة المحرق، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. بهذه المناسبة نوه رئيس مجلس الأوقاف السنية بما تحقق من إنجازات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وخاصة مسجد سيادي الذي يعبر عن تاريخ مشرق وعريق باعتباره معلما دينيا تاريخيا مهما في مدينة المحرق ضمن موقع مسار اللؤلؤ. وثمن الهاجري ما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام كبير لضمان تطوير دور العبادة وتهيئتها للمصلين بما يتناسب مع قيمتها الدينية ورسالتها السامية في المجتمع. من جانبه أكد سعادة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار أن ترميم مسجد سيادي يعتبر نموذجا للنجاح الذي يمكن للعمل المشترك تحقيقه، مشيرا إلى أن هيئة الثقافة وجدت كل التعاون والدعم من شركائها والمؤسسات المعنية، وتوجه بالشكر للبنك الإسلامي للتنمية على دعمه للمشروع ولمجلس الأوقاف السنية على المتابعة الحثيثة وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لفريق الهيئة. تشرفنا اليوم بافتتاح مسجد سيادي وهو من أحد المساجد القديمة جدا في محافظة المحرق، وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والأثار أعدنا ترميم هذا المسجد وصيانته، صيانة تليق بتاريخ هذا المسجد وهوية هذا المسجد، وأعدنا افتتاحه اليوم بفضل الله تبارك وتعالى بحضور سعادة رئيس هيئة البحرين الثقافة والأثار وعدد من عائلة سيادي الكرام. ويأتي هذا التعاون بيننا وبين هيئة البحرين الثقافة والأثار على عدد من المساجد والمباني الوقفية القديمة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الجميع. يعاد افتتاح مسجد سيادي صباح اليوم بعد أن قام فريق الترميم بهيئة البحرين للثقافة والآثار بإعادة الهوية الأصلية لهذا المسجد التاريخي الهام، ويأتي هذا المشروع استجابة للتوجيهات الملكية من سيد صاحب الجلالة الملك البلد المعظم للارتقاء والاعتناء بدور العبادة بشكل خاص، وبالأخص الاعتناء بالمواقع الأثرية والتراثية الشاهدة على هوية البحرين العربية الإسلامية. وبهذه المناسبة أشيد كذلك بالدعم المستمر والمتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي عهد رئيس مجلس الوزراء الذي دائما ما يوجه الجهات الحكومية للإسراع بالمشاريع التي تعني بخدمة المواطن بشكل مباشر، ويعود هذا المسجد باستقبال المصلين ليستعيد دوره الحيوي في هذا المجتمع في مدينة المحرق العريقة.